أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين والنقيب إغلاق باب التصويت في الانتخابات. وأوضحت اللجنة المشرفة أنه جاري أعمال الفرز في كل الصناديق بالتزامن مع بعضها البعض بحضور أعضاء مجلس النقابة المستمرين وعشرة من شيوخ المهنة أعضاء اللجنة المشرفة على الانتخابات، بالإضافة إلى المرشحين ومندوبيهم، وأيضا الصحف والقنوات الحاصلة على تصريح للتغطية، وذلك لضمان فرز الأصوات في أجواء هادئة للقضاء المشرفين. ويتنافس بالانتخابات على مقعد النقيب والتجديد النصفي لمجلس النقابة 51 مرشحا، حيث تجرى المنافسة بين 11 مرشحا على منصب نقيب الصحفيين، بينما يتنافس على 6 مقاعد بالمجلس 40 مرشحا. الحقيقة انتخابات مميزة للغاية، وهي بتعكس بصراحة اهتمام أهل المهنة بيها وحرصهم على وجود نقابة قوية من أجل صحافة مصرية قوية. أنا سعيد جدا بالتظاهرة الصحفية الجميلة دي، ناس موجودة لخدمة النقابة، وإن شاء الله نبارك للي نجح واللي لم يوفق إن شاء الله يوفق في الدورات اللي جاية، وكلنا أمال يعني إن احنا ندعم الصحافة المصرية. النهارده في عرس حقيقي في الانتخابات نقابة الصحفيين. الانتخابات النهارده فيها عدد كبير جدا، وده يدل على وعي الجمعية العمومية. في معركة شرسة في الانتخابات المرة دي. الانتخابات الحقيقة انتخابات قوية جدا، انتخابات بتعكس اهتمام الجماعة الصحفية بالانتخابات، والجمعية العمومية مهتمة جدا بمقعد النقيب. اليوم النهاردة شهد نظام أكثر من رائع من حيث الحضور الأعضاء الجمعية العمومية من الصحفيين في بداية اليوم حتى اكتمال العدد، ثم بعد ذلك فتح باب الانتخاب. الحقيقة تم الموضوع بشكل منظم،